السلام عليكم. قال أحد الأدباء لي طفل علمته الحرب أن يخاف من صوت المكنسة الكهربائية. قلت له حين اخترقت القذيفة جدار البيت: إنها مكنسة كبيرة يا بني، تكنس السماء من الغبار والدخان حتى يرى الله مأساتنا. كذلك هي مأساة تعز حين وقفت وحيدة ووقف أطفالها ونساؤها تحت نيران الرصاص والقذائف والشظايا التي تخلف كل يوم ضحايا وتفجع كل ليلة قلوبا شتى وتثكل أمهات عدة. في حلقة اليوم من مسلسل المأساة الإنسانية، تحول قلب ريهام البدر من طائر في سماء تعز يبث الخير والإنسانية والإغاثة إلى قطعة جامدة بلا نبض في ثلاجة الموتى التي وقفت عليها كثيرا، وهي ترصد الانتهاكات في مدينة أراد الانقلاب الفاشي أن يحولها إلى سجل موتى وذاكرة دامية. وبحسب مصادر ميدانية، فإن ريهام البدر المحامية والناشطة الحقوقية قتلت بقناصة ميم طا 23 تابعة لميليشيا الحوثي، وهي تقوم بالرصد والتوثيق في شرق المدينة وتسير قافلة غذائية باسم الشهيد أسامة سلام إلى الجبهات الشرقية، وقتل إلى جوارها الشاب مؤمن سعيد. على صعيد متصل، يبدو العمل الإنساني في تعز تحت خط النار والقذائف في ظل النداءات الإنسانية المتكررة دون ما استجابة من الضمير الإنساني الدولي الذي يتابع بصمت ما يحدث. تعز هي الأخرى منذ إعلان معركة التحرير الشامل تشهد كل يوم ضحايا مدنيين فيما تبدو العملية العسكرية بلا إسناد في العتاد، بلا غطاء لوجستي واضح من قبل التحالف العربي. تعز ضحايا على هامش الإنسانية، هذا ما سنناقشه في المساء اليمني لهذا اليوم مع ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي من تعز، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى كل الزملاء في الاستديو. أهلا بك أستاذ عبد العزيز، سأعود إليك بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونبدأ حوارنا بعد ذلك. منذ 3 سنوات وهذا حال هذه المدينة تعز. لا ترحلي يا ريهام، لا ترحلي أيها المدينة الفاضلة بين جناحي امرأة، هكذا ناشدت هؤلاء الأمهات وهكذا فكر هؤلاء الحيارى الذين لم يستوعبوا بعد هول الفاجعة ولا كيف ستذبل روح المدينة بعد أن تغادرها روح ريهام. مشيعون يحملون أصدقائهم إلى المقابر، فما يلبثوا أن يشيعوا في غفلة من الزمن وغدر من القناصة الحوثيين. الناس كلها حبت أسامة سلام. أسامة كان في المسيرات السلمية قبل ما يكون في الإعلام. أسامة كان يبحث عن وطن، عن مؤسسات دولة. أسامة كان إعلامي وكان ناشط وكان حقوقي. ملامح الحزن على ريهام رسمت اليوم على وجه المدينة بل واليمن بأكملها. هضابها وجبالها العالية، جبهاتها ومنتدياتها الإنسانية، كلها عليها آثار أقدام ريهام المحامية والناشطة في مجال الإغاثة. في عيد الأضحى الماضي استضاف برنامج المساء اليمني ريهام البدر كي تنقل ملامح المدينة ومشاعر أطفالها بالعيد، لكنها وقد فعلت ذلك رفت نفسها مبكرا. خلف هذه أيضا البسمة التي تصنع من بين أكوام من الركام حزن شديد على كثير من الشهداء الذين سقطوا خلال 3 سنوات من القصف المستمر على هذه المدينة. هنا 3 من شهداء تعز خلال شهر يجتمعون مبتسمين في صفحة ريهام، آخرهم رحيلا كتبت الشهيدة ريهام عن قافلة الشهيد أسامة الذي اختار غلاف صفحته الشخصية صورة للشهيد محمد القدسي. فيا لوجع هذه المدينة، أصبحت تعز عنوانا للموت المجاني، ميليشيا تقتل بلا هوادة وشرعية وتحالف يغدران من الخلف وربما مستمتعان برؤيتها تنزف كل يوم خيرة شبابها وبناتها. منذ أطلق المحافظ عملية تحرير تعز حد قوله قتل أكثر من 80 جنديا من أفراد الجيش وأصيب المئات، وفي نفس الوقت لا دعم عسكريا لتعز بقدر حجم المعركة ولا نية لتحريرها كما تقول الوقائع العسكرية على الأرض. إذن فلماذا يتم التضحية بشبان هذه المدينة ما دام التحالف والشرعية لا يريدان لها الخلاص؟ كتبت ريهام قبل أيام
كيف سأشارك في ذكرى فبراير ومحمد القدسي وأسامة سلام مش موجودين؟ ترد تعز الجريحة اليوم ولا أنت يا ريهام، وكما قلت يوما ما فإننا نعيش مع أناس أعزاء سنين جميلة، ويكون اللقاء الأخير عبر ورقة كتب عليها وصل متوفيا. أستاذ عبد العزيز مرحبا بك مرة أخرى، وعظم الله أجر تعز وأجرنا جميعا في ريهام وفي بقية الشباب الذين يتساقطون يوميا في هذه المدينة. لو بدأنا بالحديث معك بشكل إجمالي حول الوضع الإنساني في ظل القصف الممنهج ضد المدنيين، وآخر الضحايا كانت ريهام البدر ورفيقها مؤمن سعيد، ولن يكونوا الأخيرين يعني بالتأكيد في ظل الميليشيا. خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيدة ريهام بدر ولرفاقها من ثوار فبراير. تعز تخسر واحدة من أيقونات فبراير العظيم الذي اشتعل أصلا من أجل خلاص اليمنيين من مثل هذه الميليشيات والكيانات الإجرامية التي دمرت اليمنيين وألقت بهم إلى هذا المآل الكارثي. ما يحدث في تعز هو أنه يبدو تم تقرير أن تتم أن يتم شكل من التناوب بين أبناء تعز لاستلام شهادات الوفاة والتزام طوابير أمام ثلاجات الموتى. هناك شكل من أشكال الخذلان المتعمد والممنهج الذي مارسته السلطة الشرعية ومن خلفها التحالف السلطة الشرعية، لأنها ظلت واستمرت دور الأبله في هذه الزفة الكبيرة المسمى الحرب على ميليشيات الحوثي وصالح واستعادة الشرعية، والجانب الآخر أيضا لأنها لا تقوم بدورها كما يجب. تعز اليوم وعلى الدوام تنزف، بالأمس وبالأمس أمس الأول كان هناك مجزرة كبيرة سقط فيها شباب من أهم من فتيان تعز ومن جيل فبراير، 20 شخص وعشرين شاب من فلذات تعز سقطوا في هذه المجزرة، بينهم أيضا أطفال. القصف الممنهج والمستمر على تعز هو أصلا يتغذى على حالة الخذلان التي تقوم بها وتديرها دول التحالف مع بتواطؤ السلطة الشرعية. المجازر التي ترتكب على نحو يومي معظمها جاء بعد إعلانات فارغة عن عمليات تحرير لتعز. نعم بعد هذا الإعلان أستاذ عبد العزيز، نعم بعد هذا الإعلان كان لدينا في إحدى الحلقات العديد من القادة العسكريين الميدانيين، وسألناهم ما الذي يعني إعلان تحرير لتعز دون دعم حقيقي وعسكري يعني الأسلحة الثقيلة وبكاسحة الألغام وبما يحتاجون، ألا يعد ذلك انتحارا ورميا بالشباب إلى محرقة؟ أجابوا بأنه هناك ترتيبات وهناك خطط وهناك، ولكن يعني ما أوضحت أو أسفرت عنه الأيام أنها فعلا يعني هي أشبه بالمحرقة لشباب تعز، وأيضا باستنفار عش الدبابير كما يقال، يعني القصف يتوالى على المدنيين. ما الذي كيف تفسر هذا الأمر؟ في الواقع لا يزال التحالف والسلطة الشرعية يديران اللعبة بطريقة إلقاء عظمة لتعز، وهذه العظمة التي تم واستمر التحالف بإلقائها منذ بداية معركة حتى معركة ما يسمى بالسهم الذهبي التي كان من المفترض أن تصل إلى محافظة تعز. كانت هذه العظمة توهم أبناء تعز والقادة العسكريين وقادة المقاومة بأن التحالف قاد بتحرير تعز، وكان واضحا منذ الأشهر الأولى سيما بعد تحرير المحافظات الجنوبية وتوقف القوات العسكرية على مشارف حدود عام 90 أن هناك لعبة من نوع ما هدفها ربما التمهيد والتحضير لعملية تقسيم بطريقة أو أخرى، وبنفس الوقت أيضا إبقاء تعز في يد ميليشيات الحوثي وصالح لكي يتم معاقبة تعز والاستمرار بالتنكيل بها، لأنها أيضا كانت معقلا من معاقل ثورة فبراير، ونحن نعرف بأن
هذه الثورة التي جاءت ضمن الربيع العربي ليس مرضيا عنها في دول الجوار ولا الدول التي لعبت رأس الحربة فيما يسمى بالثورة المضادة. قادة تعز عندما ذهبوا مؤخرا إلى الرياض بحسب ما علمت من بعض القادة كانوا متفائلين للغاية وكانوا يعتقدون بأنهم للمرة الأولى يجدون شكلا من أشكال الطمأنة من خلال التحالف ومن خلال السلطة الشرعية بأن هناك عملية عسكرية كبيرة سيتم تعزيزها ودعمها بالأسلحة والعتاد، وقدمت خطة ضمن خطط كثيرة سابقة وقيل بأن هذه الخطة تم اعتمادها، وطلب من هؤلاء القادة بأن يذهبوا ويتم البدء ب معركة وعمليات عسكرية، والتقدم لاحقا سيتم إمداد وتزويدهم بالعتاد والسلاح. من الواضح أن هذه العملية التي أطلقها محافظ المحافظة ببيان متلفز، وكان لافتا أن البيان بث عبر وكالة الأنباء الإماراتية، أدى إلى شكل من أشكال التفاؤل لدى المواطنين بأن هناك ربما عملا عسكريا جادا من أجل تخليص المحافظة من هذا من هذه الفخاخ التي وضعت فيها. لكن يبدو أن العملية العسكرية التي تم إطلاقها ربما كانت غطاء لعمل آخر، وشاهدنا صورة لأحداث كانت دامية في عدن ألقت بظلالها بالتأكيد على العملية العسكرية المفترضة في تعز. لم يحدث حتى الآن من خلال المعلومات المؤكدة بأنه لم يتم إمداد جبهات تعز بأي شكل من أشكال العتاد والسلاح الثقيل تحديدا. نعم. الذي يمكن أن يحدث فرقا وأن يساعد في عملية استكمال تحرير تعز. اليوم مثلا وهذه معلومة مؤكدة كان هناك شاحنتان قادمتين من مأرب، وهذه وكانت في الشاحنتين وكان في الشاحنتين ذخيرة، شحنة الذخيرة هذه تم إيقافها في محافظة شبوة من قبل قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، وكان يبدو هناك اتصالا برئيس الوزراء بهذا الشأن. رئيس الوزراء وجه بالإفراج عن هذه الشحنة، لكن القوات النخبة الشبوانية قامت بتفريغ هذه الشحنة من الشاحنات واستولت عليها، وبالتالي كان هذا تعبيرا عن الدعم الحقيقي الذي يقدمه التحالف العربي لتعز، وكرس الفكرة السائدة والمعروفة بأن هناك شكلا من أشكال التلاعب أصلا بمعركة تعز ويراد إبقاء تعز. نعم. رغم هذا العذاب اسمح لنا أستاذ عبد العزيز والقتل اليومي، اسمح لنا فقط بأن ينضم معنا في حوارنا هذا الأستاذ حسين المجدلي، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من عدن. مساء الخير أستاذ حسين. أستاذ حسين، مقتل ريهام البدر واستشهاده وهي إحدى الراصدين في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما الذي يعنيه لكم في اللجنة خاصة وأنها جريمة تمت بتعمد من خلال أحد القناصة؟ أشكركم لمتابعة الموضوع، والحقيقة أنه يوم حزين جدا مر على اللجنة الوطنية بجميع أعضائها ورأسيها، وكذلك مر على أثناء تعز الباسمة ومر على كل النشطاء والحقوقيين في اليمن. الأستاذة ريهام رحمها الله كانت معروفة بنشاطها الحقوقي ودفاعها عن الضحايا والمنتهكة حقوقهم في كافة المناطق، ومعروفة أيضا كإنسانة تسعى إلى فعل الخير وتقوم بواجبها في العمل الإنساني دون تمييز. وما حصل اليوم هو ضربة للوسط الحقوقي بشكل عام، قبل أن تكون ضربة للجنة الوطنية التي خسرت الكثير باستهداف هذه الناشطة، وأسأل الله أن يتقبلها في الشهادة، وأسأل الله أن يعوضنا في اللجنة ويعوضنا في الحقوقي عن هذا الفعل. والحقيقة أن هذا الفعل يأتي في سياق يعني ممنهج، أو أعتقد أنها لا يأتي من باب الصدفة، حيث وقد تم استهداف أكثر من ناشط حقوقي وراصد ميداني وكذلك الكثير من الإعلاميين الذين سقطوا جميعا شهداء في تعز من قبل الدماص الذين لا يتركون شيء حي إلا واستهدفوه. وأعتقد من عدم التمييز في مسألة استهداف المدنيين وعدم التمييز العسكري من المدنيين
تكون من ضمن جرائم الحرب التي يفترض ان تكون مسؤوليه المحاكمه عليها مسؤوليه يعني ضد التشريعات الوطنيه تعتبر جريمه حرب، وايضا ضد الاتفاقيات للاتفاقيات الدوليه المصادق عليها من قبل الجمهوريه اليمنيه. نعم استاذ حسين، يعني ما الذي تنون عمله ازاي استهداف ناشطه حقوقيه وراصده ميدانيه في اللجنه، خاصه يعني وان مساله الانتهاكات بدات تتوسع وبدءا باستهداف المدنيين انتقالا للصحفيين والان امتدت لتصل الى ايدي الناشطين الحقوقيين والراصدين؟ الحقيقه ان الناشطين والصحفيين او الباحثين الميدانيين الذين يعملون على الارض هم عندما يخرجوا من منازلهم هم يذهبوا إلى الضحايا وهم يعرفوا أنهم قد لا يعودوا إلى عملهم أو لا يعودوا إلى بيتهم مرة أخرى. الأستاذة ريهام رحمه الله كانت أحد الحمائم التي كانت لا تجر لها عين إلا ولا تسمع عن ضحية في أي مكان إلا وذهبت إليها. بالنسبة للناس اللجنة الوطنية طبعا مؤسف ما حدث وصدمة كبيرة أن يتم هذا لأحد الراصدين قبلنا وأمر عظيم وجلل فعلا، وخصوصا أننا راصد أيضا معتقل في محافظات ذمار، لكن هؤلاء دماؤهم أيضا لا يمكن أن تغلو عن دماء باقي اليمنيين وباقي المدنيين من أبناء اليمن الذي يعني بصراحة تهدر دماؤهم وتسفك دماؤهم بشكل يومي. ونسعى اللجنة على حد سواء سواء للناشطين السبعة أو لبقية المدنيين إلى رفع ملفات مكتملة ورفع هذه الانتهاكات وتوثيقها ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان ومن ثم إلى الجهات المعنية التي تتولى متابعة مثل هذه الجرائم على المستوى الدولي أو بالنسبة للقضاء الوطني والجهات المحلية. نعم أستاذ حسين، يعني المدنيين في تعز باتوا الآن تحت خط النار بهذا الاستهداف الممنهج، يعني هل من وسائل حماية لهم ممكن أن تقدم؟ يعني هل لديكم أي تواصل بالجهات الإنسانية الدولية لتقديم الحماية للمدنيين؟ استهداف المدنيين في تعز ليس من الآن فقط، منذ أن بدأت الحرب قبل 3 سنوات. نعم المؤسف ان تعز مدينه يعني مكتظه بالسكان يسكنها ملايين البشر وهناك استهداف يتم بشكل عشوائي وقصف يتم الى المنازل والى الشوارع، تقتيل الاطفال، تقتيل النساء، ايضا يتم قصف الاهداف المحركه والاشخاص الذين يعني يسيرون في الشوارع. المنهجيه تتم ايضا في مسألة استهداف المدنيين عند كل هجوم وعند كل اشتباكات تتم، هذا ما لاحظناه من خلال عملنا في اللجنة الوطنية، أن عند حصول أي اشتباكات أو محاولات لتحرير المدينة يتم قصف الحارات وقصف الشوارع وقصف الأحياء بشكل عشوائي وبأسلحة يعني محرمة أو محرم أن يتم قصف المدن بها أو استهداف تجمعات سكنية بها لما يعني ينتج عن اضرار. هذا التحريم يعني محرم حتى في حال كان هناك بعض السكنات العسكريه التي تتواجد وامكانيه الحصول الخطا محدوده، ما بالك بالقصف العشوائي الذي يتم لابناء المدينه بشكل يومي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك حسين المجدلي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، يعني أعيد لك نفس الفكرة وهي أن المدنيين الآن أصبحوا تحت خط النار، هناك استهداف حقيقي للصحفيين والناشطين، ما هو دور الحكومة في هذا الجانب ودور المحافظة أو السلطة المحلية التي أعلنت تحرير المحافظة؟ ويعني للأسف الشديد من يواجهون الحوثي هم المدنيين عبر القصف العشوائي. في الواقع كل من يقطن ويعيش في تعز المدينة الآن هو مشروع شهيد. الميليشيات الإرهابية لا تتورع عن قصف المدنيين طوال الوقت. المسألة ليست فقط بالقصف العشوائي باستخدام الأسلحة الثقيلة للأحياء السكنية، وهذا أمر محرم ويعد من جرائم الحرب وفقا للقوانين الدولية. المسألة أيضا متعمدة وممنهجة من خلال عمليات القنص التي استهدفت الكثير من
الأبرياء والمدنيين في تعز. هناك عمليات قنص تمت ربما تجاوزت المئات لأطفال ونساء وأشخاص ذاهبين إلى العمل، مدرسين، ربات بيوت، كل هؤلاء كانوا وهدفا للميليشيات ووضعوا في بؤرة قناص كان يدرك تماما تفاصيلهم ويعرف أنهم مدنيون وأنهم أطفال وأنهم نساء، واستهدفهم وقتلهم ببساطة، ولم يتم تحريك مثل هذا الملف من قبل السلطة الشرعية التي لديها للأسف وزارة حقوق إنسان، ولا نرى فعلا ولا أثرا لهذه الوزارة على مستوى والملفات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين وهذه الانتهاكات التي تطال الجانب الإنساني في تعز وفي بقية المناطق. لكن تعز ربما تكاد تكون هي الاستثناء في ظل هذه اللعبة الكبيرة التي يتم من خلالها إدارة الحرب بطريقة تؤدي إلى إلحاق الأذى الأكبر بتعز، وكما لو كان الأمر يهدف بدرجة رئيسية إلى تركيع هذه المحافظة وكسرها وربما تأديبها بأثر رجعي على اقتراحها فعل الثورة في 2011. يعني حتى الآن القتل المدنيين يتجاوزون 5000 قتيل، الجرحى يتجاوزون ربما 25000 جريح، نسبة كبيرة بينهم من النساء والأطفال. هؤلاء بما سقطوا بقصف الميليشيات وميليشيات الحوثي الإرهابية، نعم، وميليشيات علي عبد الله صالح الذي كان شريكا وحليفا لهذه الميليشيات حتى 4 ديسمبر الفائت. والجانب الأهم في هذا الأمر بأن طريقة تعامل السلطة الشرعية وللأسف الكثير من المنظمات الحقوقية اليمنية شجعت هذه الميليشيات على المضي في المزيد من الانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق المدنيين. لم نشاهد خلال هذه الفترة، وقد مر الآن حتى ونحن نقترب من العام من نهاية العام الثالث على الحرب، إعدادا لملف واحد بحق هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجازر بحق المدنيين، بل شاهدنا بأن الانشقاقات أو ربما الصراعات التي حدثت بين طرفي الميليشيا الإرهابية والانقلابية التي دمرت البلاد وشنت حرب على اليمنيين، شاهدنا كثير من أطراف محسوبين على الشرعية وغيرهم يرحبون بهؤلاء الأشخاص، نعم، والقادة الذين كانوا أصحاب قرار في ارتكاب مجازر، نعم، إذن لو عدنا بالموضوع أستاذ، هذا 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 التعامل العبثي مع حقوق الضحايا ومع دماء الناس هو بالتأكيد يساعد ويشجع صحيح على المزيد من، نعم، خاصة في ظل عدم والمجازر بحق الناس، نعم، خاصة في ظل عدم وجود أي ضغوط دولية لهذه الميليشيا، هناك مساحة لهم لأن يتصرفوا كما يشاءوا. أود أن أسألك أستاذ عبد العزيز، ما جدوى إعلان التحرير إن لم يكن هناك تحرير جاد للمناطق الحساسة التي تؤمن مدينة تعز من هؤلاء القناصة من أماكن قصف القصف العشوائي؟ أين تدور المعركة الآن إن لم تبدأ يعني تأمين المدنيين على الأقل؟ سيدتي الكريمة، المؤكد حتى الآن أنه ليس هناك عملية تحرير بما للكلمة من معنى. نحن نتحدث عن عملية تحرير عسكري لديها احتياجات والتزامات ضرورية لهؤلاء الناس الذين يقاتلون في الجبهات. عندما نتحدث عن عملية تحرير عسكري علينا أن نتساءل ما هي الخطة العسكرية التي تم إعدادها من أجل القيام بعملية تحرير واستكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي؟ ما هو العتاد الذي كانت تفتقده المحافظة وتم توفيره من أجل البدء بعملية تحرير واسعة للمحافظة وإنهاء مأساتها التي يتم الإشراف عليها حتى من قبل التحالف والشرعية؟ الحديث عن عملية تحرير هي فقاعة إضافية إلى فقاعات أخرى تم إطلاقها خلال الفترات الماضية. علينا أن نتذكر عملية السهم الذهبي، نعم، التي كان من المفترض أن تصل إلى محافظة تعز، وهذا ما خفنا منه أستاذ العزيز وتحدثنا عنه يعني منذ الإعلان، يعني تحدثنا أن هناك أكثر من عملية أطلقت ولم نجد شيئا سوى استنفار أكثر للحوثيين وقصف أكثر للمدنيين. أود أن أسألك، هناك أحاديث يعني وأنت حدثتني عن اجتماع قادة عسكريين في الرياض ثم الحديث عن هذا الإعلان، وهناك أحاديث أخرى تدور بأنه تم استلام 3 مليار ريال ومن خلالها تم الإعلان دون دعم حقيقي من الأسلحة. لا، 3 مليار حولت إلى أسلحة
ولا يعني كما يقال ذهبت في ثقب أسود وهناك مبررات جاهزة لكل شيء. ما صحة هذا الكلام أستاذ عبد العزيز؟ هناك إشكاليات كبيرة في التعامل مع ملف الحرب والإدارة بشكل كامل، سواء في إدارة ما يفترض أنها مؤسسة عسكرية أو حتى فيما يتعلق بإدارة الشأن السيادي للبلد. الحكومة كان مطروح على طاولتها دعم تحرير تعز، وطلب بحسب بعض المعلومات طلب مبلغ 10 مليار ريال من أجل المساعدة فقط في توفير بعض الأسلحة البسيطة والعتاد الذي يمكن أن يساهم في إحداث فارق في المعركة على الأرض، وأيضا الضغط على التحالف العربي بتوفير العداد الكبير والثقيل المفترض. صرف من قبل الحكومة 3 مليار ريال، هذه 3 مليار ريال كما علمت أيضا بأنها سلمت لقيادة محور تعز وتحديدا إلى قائد رئيس عمليات المحور، وطلب منهم أيضا شراء سلاح. تصوري أن الحكومة المفترض أنها تقوم بعملية تمويل وإمداد الجيش بالأسلحة، تمدهم تعطيهم مال وتقول لهم اذهبوا واشتروا سلاح. من أين يشتري الناس سلاح وتعز محاصرة؟ الخط الوحيد القادر على أن يكون شريان لإمداد تعز بالسلاح هو خط عدن، وهذا الخط أصلا هو واقع تحت سيطرة قوات التحالف والقوات الموالية لها. يعني كان الأمر ببساطة يمكن أن أصلا لديها موقف من عملية التحرير. نعم، إذن ألا يشكل ذلك لغزا كبيرا أستاذ عبد العزيز؟ يعني أولا يعني ما تم إعلانه أن التحالف هو من قدم 3 مليار، الآن أنت تقول لي أن الحكومة هي من قدمت هذا المبلغ، يعني وكأن الأمر خذ الألفين ريال وروح اشتري لي من البقالة كذا وخلي الباقي لك. يعني هل من المنطق أن يعني أسلم مال لقادة عسكريين كما قلت وأقول لهم اذهبوا لشراء الأسلحة وحرروا المدينة ويتم الإعلان بتحرير المدينة بهذا المبلغ؟ أو يعني والمدينة محاصرة أيضا كما تفضلت، وهناك يعني إن وصلت شاحنة تم إيقافها في يعني الأماكن التي تسيطر عليها النخبة الشبوانية أو الأمني الحزام الأمني في عدن. يعني ما هو هذا التحرير الذي يتم الحديث عنه؟ باختصار يا سيدتي، الثلاثة مليار التي يتحدثون عنها هي 3 مليار مصروفة من خزينة الحكومة اليمنية، وهذه المبالغ صرفت لمحور تعز من أجل فقط التخفيف من حالة الضغط الموجودة في الجبهات والمساعدة في توفير بعض الذخائر وغيرها. بحسب معلوماتي أن الشاحنتين اللتين وصلتا إلى محافظة شبوة هما جزء من الجهد الذي بذل من أجل شراء هذه الأسلحة، وهذه أسلحة أيضا لم تصل من كإمداد مثلا من الجيش الوطني في مأرب، وإنما تم شراء هذه الأسلحة. هناك إشكالات كبيرة تتعلق بطبيعة إدارة المعركة كما قلنا، سواء على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. المسميات الموجودة والافتراضية التي تتحدث عن هيئة أركان وجيش وطني وغيرها هي عبارة عن مسميات تفتقد للمعنى الحقيقي على الأرض. عندما نتحدث عن هيئة أركان، هيئة أركان هي المعنية بدرجة رئيسية عن إعلان عملية تحرير تعز وليس قيادة المحور. هذه العملية يجب أن تشرف عليها هيئة الأركان وليس القيادة المنطقة العسكرية الرابعة مثلا أو التحالف العربي. عندما يتم تكليف قيادات عسكرية بالتفاهم مع التحالف، هذا شكل من أشكال الخطل الكبير والأحمق الذي يمارس من قبل السلطة الشرعية عندما تترك قنوات اتصال لقادة عسكريين بقوات دول أخرى، وهذه مشكلة كبرى أدت إلى تشجيع هذه الدول على استدعاء وفتح قنوات اتصال أيضا حتى مع القادة الميدانيين وتكليفهم بمهام خارج إطار المهام المفترضة للجيش الوطني. هناك شكل من أشكال الفوضى في إدارة هذا الشأن، وسببه الرئيسي هو عدم تنظيم المسألة من قبل السلطة الشرعية. تصوري مثلا في العملية الأخيرة، وأنتم شاهدتم وتابعتم اتصالات رئيس الجمهورية ونائبه والتي تؤكد على مسألة دعم تحرير تعز وعلى ضرورة الإسراع في العملية، كما لو كان هؤلاء القادة، كما لو كان الرئيس ونائبه يشرفون بشكل مباشر على العملية وهم أصحاب القرار. لكن في النهاية هي شكل من أشكال الزفة، زفة إعلامية فقط لحالة غير موجودة على الأرض، هدفها فقط تلميع
وربما تبرئة ساحة هؤلاء من المسؤولية عن عملية إبقاء تعز رهن هذا التنكيل، وبالتالي لم نشاهد شيئا حقيقيا على الأرض. هذا الأمر حدث طوال الوقت منذ السهم الذهبي وانتهاء ووصولا إلى ما سمي بنصر الحالمة، العملية التي أطلقها عبد رب منصور هادي ثم عاد إلى الرياض، ثم لاحقا أطلقت عملية الرمح الذهبي وكانت رمحا متجها بدرجة رئيسية صوب المخا والمناطق الساحلية لأهداف لا تخص استعادة الشرعية اليمنية بقدر ما تخص الأطراف ذات المصلحة للسيطرة على مناطق حيوية واستراتيجية تمثل هدفا رئيسيا لبعض هذه الأطراف. نعم، اسمح لنا أستاذ عبد العزيز أن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا العقيد معاذ الياسري رئيس عملية اللواء 170 دفاع جوي من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور والعافية الكريمة. أهلا بك سيدة العقيد. يعني لو بدأنا معك بسؤال عن العملية العسكرية التي أعلن عنها، أين وصلت؟ ما زالت العملية العسكرية لاستكمال تحرير محافظة تعز مستمرة، إلا أن هناك إعادة ترتيب في بعض الجبهات، لكن هناك استمرار في جبهات أخرى وذلك لشحة الإمكانات. العملية العسكرية لم تتوقف حتى الآن، متواصلة بشكل مستمر، وإن كان هناك يعني تحفظ من بعض الجبهات بالنسبة للإعلام، لأن الإعلام دائما ما يكون أكبر من حجم المعركة ومصور المعركة أكبر من حجمها، وبنفس الوقت هناك إعلام لا يضر أكثر مما ينفع. نعم، في الإعلام سيادة العقيد اسمح لي، يعني في الإعلام نحن نعيد حديثكم، أنت الآن قلت عملية تحرير تعز مستمرة رغم شحة الإمكانيات، نحن نتحدث عن هذه الشحة، كيف تعلن عملية تحرير مع وجود قلة في الإمكانيات؟ ما هو العتاد الذي لديكم الذي تم من خلاله إعلان عملية عسكرية؟ وإلى متى نظل محاصرين في مدينتنا؟ سنقاتل ولو كنا لا نملك حتى سلاح، سنقاتل بالحجارة. يجب أن ندافع عن وطننا ونستعيد الوطن المسلوب من الميليشيات الانقلاب بإمكانياتنا المتاحة. نحن نسعى أتفق معك سيادة العقيد، يعني في مسألة القتال أنه واجب وأنه يجب أن يستمر حتى لم يعني، لكن لا منطقي أن يتم إعلان تحرير عملية عسكرية ويتم الحديث عن خطط عسكرية ويتم الحديث عن تقدم في الجبهات، يعني اسمح لي بين قوسين أشبه بالمحرقة، يعني أكثر من 80 شهيد سقطوا خلال هذا التقدم، يعني هل يعقل أن أذهب لأعلن وأهاجم ولا يوجد لدي الكفاءة في السلاح والإمكانيات؟ يعني من غير المنطقي، كيف يتم الإعلان والذهاب ويعني فتح جبهات جديدة ولا يوجد إمكانيات متكاملة؟ أختي الكريمة، إن لم نهاجم سيهاجمنا العدو. ثانياً، هناك ميزانية وضعت لهذه العملية والأمور تسري بتقنين الموارد المتاحة على الجبهات، ولم نتوقف، والمعارك في كل زمان وفي كل وقت يسقط فيها شهداء. التحالف العربي لم يقصر بضربات الطيران في مختلف الجبهات أو بالدعم الشرعية كذلك. نحن على تواصل مستمر مع قيادة محور تعز ومتابعة لكل تحركات الجبهات. هناك تقدمات لعدة جبهات، ما حقق في السلو وما حقق في الجبهة الغربية باتجاه الرمادة، يعني معارك تحتاج لإمكانيات كبيرة، لكننا بحمد الله وبمساندة طيران التحالف استطعنا تحقيق شيء أكبر مما مضى من الثلاث السنوات السابقة.
نعم، أنا لا أقلل من مجهودكم سيادة العقيد، وأنتم في الميدان أشرف من أي يعني متحدث عن بعد. الدفاع عن النفس حق مشروع، ولكني يعني أولا وأخيرا أحمل القيادة العسكرية مسؤولية ترككم دون دعم حقيقي. المحافظ حين يعلن عن عملية عسكرية ولا يوجد بيديه يعني شيء حقيقي ملموس لدعم المدينة، هناك يعني خط موجود لإمدادكم بالسلاح وهو الساحل الغربي الذي يعد محررا وهو بيد إحدى دول التحالف، يعني هناك أسئلة كبيرة تجعلنا نتساءل لما تتركونا وحيدين في ساحة المعركة. هذا كل شيء. أختي الكريمة، الشرعية، السلطة الشرعية في الجمهورية اليمنية لا تزال يعني تشات، لا تقوى أن تقف على قدميها. السلطة الشرعية يعني تسعى لتوفير الأسلحة والعتاد والغذاء للمقاتلين في مختلف القبائل بالقدر المتاح لها. وبالنسبة للساحل الغربي لن تتوقف المعركة، هناك استمرار للمعركة باتجاه محافظة الحديدة. الحديدة هي جزء من اليمن. استغرب أن تفصل تلك المعركة عن باقي المعارك. قطع خطوط الإمداد بالنسبة للعدو يفيدنا، نحن في تعز من الاتجاه الغربي، وهناك يعني انتصارات كبيرة يحققها الجيش الوطني مسنود بقوة من التحالف العربي، وصلت حتى عايت وباتجاه للجراح والحديدة. لا يصح أن نقلل من تلك المعركة ومن ثمارها واستفادتنا منها، كما يعني نستفيد منها أكثر من بعض الهجمات التي والجبهات التي نفقد فيها انتصاراتنا. كان الله في عونكم سيادة العقيد معاذ الياسري، رئيس عملية اللواء 170 دفاع جوي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. عودة إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، يعني قصور واضح من قبل الشرعية، حتى لو لم يعني يعترف به العقيد معاذ الياسري، الأمر لا يحتاج إلى وضوح أكثر. قصور واضح من التحالف، وهناك استنفار عسكري يعني لفتح جبهات جديدة، وهناك جرائم ترتكب في حق المدنيين. في ظل هذه المعادلة، كيف يمكن الخروج بحل يحمي تعز وساكنيها؟ كلام العقيد معاذ متناقض إلى حد كبير وبشكل واضح ولا يحتاج إلى تفكيك. لي يقول بأن الإمكانيات شحيحة وأننا سنقاتل حتى بالحجارة، وتعز أصلا قاتلت بالحجارة منذ اللحظة الأولى ولم تقصر، وكانت في الصدارة عندما كان كثير من هؤلاء الأدعياء في الذين يشككون بتعز وبنضالها وكفاحها الدامي كانوا يعملون أيضا حتى مع ميليشيا الحوثي وصالح. وبالتالي الحديث عن مسألة بنفس الوقت الدعم عن أن التحالف لم يقصر وأن الشرعية يعني تقف خلف الجيش وما إلى ذلك، هذا شكل من أشكال الطبطبة على كتف التحالف، وشكل من أشكال التغطية على المسؤوليات المفترضة على هذه الجهات بأنها تتحملها. عندما تخوض حرب هي عليها مسؤوليات ويجب أن تتحمل هذه المسؤوليات. استخدام تعز كمنطقة وبؤرة لاستنزاف الحوثيين واستنزاف الجيش الوطني في آن هو إجرام بحق المدنيين أيضا. يعني هناك محافظة تنزف منذ 3 سنوات حالة دمار رهيبة تحصل في تعز وفي الأطراف والمناطق التي شهدت مواجهات ومعارك. الجانب الاقتصادي وهو الجانب غير المنظور، هناك حالة انهيار تام، أوضاع الناس في الحضيض، فقدوا الناس أعمالهم، ليس هناك مرتبات، المنشآت والأعمال الصغيرة دمرت بشكل كامل، أسر بالكامل باتت تتسول في الشوارع، وضع الناس مجري للغاية. إبقاء هذه المحافظة رهن هذا العذاب ومحاولة استنساخ محافظة صورة مشابهة لحلب السورية
تبدو واضحة للعيان بشكل كبير من خلال الإعلانات المتكررة لتحالف مكون من 12 دولة يتحدث ويزعم عن عمليات تحرير متكررة، ثم بعد ذلك يعيد إطلاق اتهامات ويحاول افتعال معارك وإحداث شكل من أشكال الشقاق بين مكونات الجيش الوطني، وهذا ما يحدث حتى في هذه اللحظة. اليوم يتم بناء قوات عسكرية لمن؟ لطارق محمد عبد الله صالح الذي كان يقاتل كتفا بكتف مع أبو علي الحاكم في الجبهات ويقصف الناس في كل مكان حتى 4 ديسمبر الفائت، وهذا الرجل الآن يتم إعداد معسكرات ضخمة له، يتم تزويده بالمدرعات وبالأسلحة، وكثير من كتائبه أصبحت الآن موجودة في الساحل الغربي. السؤال، تعز المدينة التي تصدرت مشهد المقاومة بشكل كبير بالإضافة إلى مأرب وكثير من المحافظات اليمنية الصامدة، لماذا تستثنى من هذا الدعم المفترض من قبل التحالف إذا كان بالفعل يريد أن يحرر هذه المناطق ويريد أيضا استعادة الشرعية؟ الكل تحدث سياسيين وعسكريين بأن تعز هي معركة مفصلية في مستقبل ومصير الانقلاب. إذا تم حسم هذه المعركة في تعز فإن الانقلاب سيتداعى وسينهار في بقية المحافظات وسيتساقط كأحجار الدومينو. تعز هي معركة مفصلية في هذه المعركة الوجودية. إذن لما يعني من المستفيد برأيك أستاذ عبد العزيز؟ لكن هناك من يتعمد، هناك من يتعمد، من هو هذا المستفيد المتعمد؟ نعم، الذي يريد لعملية تعز أن تتم بالتجزئة وألا تحرر تعز بالكامل بصورة عاجلة كبقية المحافظات التي تم تحريرها حينما يراد. سمعتني أستاذ عبد العزيز؟ ممكن تعيد السؤال لو سمحتي؟ قلت لك من هو المستفيد من بقاء عملية تحرير تعز بالتجزئة؟ من المستفيد من ألا تتم يعني لا يتم تحريرها بالكامل برأيك؟ المستفيد هو الطرف الذي لا يريد عودة الشرعية إلى البلاد، لا يريد للبلد أن يستقر وأن ينعم بالسلام وأن ينهي حالة الانقلاب السائدة والسيطرة على البلاد. بنفس الوقت المستفيد هو الطرف الذي ربما يدبر مكيدة بشكل أو بآخر للمملكة العربية السعودية لإبقاء شوكة الحوثيين في خاصرتها إلى أمد طويل كمقدمة ربما لزعزعة استقرار السعودية، والسعودية لديها إشكالات كثيرة. نتحدث عن المنطقة الشرقية السعودية وكان هناك مواجهات عسكرية في منطقة العوامية خلال الفترات الماضية بنفس المزاعم التي بدأت في صعدة بصورة مستنسخة بشكل أو بآخر، وبالتالي الإبقاء على تعز والتلاعب بمعركة تعز من أجل إيصال رسالة بأنه يستحيل تحرير هذه المحافظة، وبالتالي ضرورة الذهاب باتجاه تسوية بشكل أو بآخر تبقي الحوثيين طرفا رئيسيا في اللعبة وتبقي هذه المحافظات الموجودة الآن تحت سيطرته كواقع على الناس أن يسلموا به. هو بالتأكيد لا يريد لهذا التحالف ولا لأهدافه المعلنة أن تتحقق على الأرض، ولديه أهداف جانبية يحاول العمل عليها، وبالتالي ينشط بدرجة أو أخرى من أجل إعادة تموضع مصالحه داخل الخارطة اليمنية بطريقة تركز بدرجة رئيسية على حماية وتأمين هذه المصالح، وبنفس الوقت أيضا تفخيخ المشهد اليمني برمته من خلال تشكيلات وميليشيات خارج سيطرة الدولة ليتم الاقتتال بين اليمنيين، وبالتالي هذا الطرف يستطيع أن يسيطر ويهيمن ويمارس شكل من أشكال الوصاية على البلد. نعم، إذن يعني سؤال أخير أستاذ عبد العزيز في دقيقة أن تكرمت، ما الذي يعني فصل معركة الساحل الغربي عن معركة التحرير في تعز، رغم أن العقيد كان معنا يقول أنها معركة متكاملة والحديدة هي جزء من الموطن، يعني لاغيا فكرة أن يتم تجاوز تعز والذهاب إلى الحديدة؟ كنت أتمنى على الأخ العقيد معاذ أن يقول لنا لماذا اتجهت هذه القوات بشكل رأسي باتجاه الخط الساحلي وتركت بالموازاة الفاصل البري بين تعز والساحل بيد ميليشيات الحوثي. هل تعمدت هذه العملية تحويل الحوثيين إلى حزام
عسكري لمصلحة فصل هذه المنطقة عن محافظة تعز؟ ما الهدف من إبقاء مثلا قوات لميليشيات الحوثي في خاصرة في الخاصرة الجنوبية الغربية لتعز في منطقة كابوب، حتى المناطق الموازية بانتهال لآخر نقطة يصل إليها الجيش الوطني في حيس، حتى معركة الساحل فيها شكل من أشكال الاستنزاف لقوات الجيش الوطني، لأنه لا يمكن لهذه المعركة وفقا لعسكريين أن تمتد وتصل وتأمن إلى وتؤمن بحيث تصل حتى الحديدة دون استكمال تحرير محافظة تعز، لأن هذه خطوط إمداد الميليشيات لا زالت موجودة ومستمرة وتستطيع في أي لحظة أن تلتف على الجيش وتقطع أوصاله على الشريط الساحلي. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، والشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معنا، ولكم أعزائنا المشاهدين إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.